كي دايرين بخير كنشوف لا كاميرا لاباس عليكم كلشي مزيان ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احوالي يا ربي. اليوم كيف مشو من العنوان جيت لكم بواحد لا فيديو اللي مغايره تماما على بزاف الفيديوهات اللي كنشوفهم مؤخرا في اليوتيوب اللي هما لي روتين لي فلوغ الوصفات الطبيعيه. ماشي كلشي كيكون مهتم بهذه الانواع ديال الفيديوهات. جيت لكم اليوم بهذا لا فيديو هذه اللي هي 10 نصائح غنعطيهم لكم اللي انا كنطبقهم في حياتي وان شاء الله تطبقوهم في حياتكم وفريمون فريمون غتلاحظوا واحد الفرق كبير بزاف في الشخصيه ديالكم واحد الفرق في الحياه ديالكم غتشانجو بواحد الكوتي زوين بزاف فريمون كتبوهم ولا عقلوا عليهم يعني ضروري هاد النصائح ديروا بهم ان شاء الله. وهاد لا فيديو هادي باش عجبتني وبغيت نديرها انها كتخص جميع الناس يعني دراري بنات دراري صغار كبار يعني اي واحد يقدر يتفرج في هاد لا فيديو هادي. الا كنتي اول مره غتشوف لاشين ديالي ما تنساش تخلي لي ابوني ودير لي نوتيفيكاسيون تخلي الجرس باش هكا يوصلك كل جديد واي حاجه حطيتها توصلك فيها نوتيفيكاسيون. بون نبداو لا فيديو. اكيد الا عجبك لا فيديو باش ما نساش خلي لايك هكا تشجع وصافي. هذا ما كان. دابا غادي نبداو بعشرة نصائح اللي هما مهمين جدا. النصيحه الاولى هي اراء الناس ليك هي مجرد وجهه نظر. انت غتولي حقيقه وواقع من انت غتامن بها. يعني انسان غيعطيك راي ديالو في شي حاجه اللي هي مثلا ما زويناش شي حاجه سلبيه هذيك كتبقى وجهه نظر ديالو. امتى غتولي واقع وتقدر تاثر عليك في شخصيتك وفي حياتك اون جينيرال من انت غادي تثق بها ومن انت غادي بينك وبين راسك غادي تولي تثق هذاك الراي ديالو. تما فاش غيولي هذيك الهضره واقع. اما سينو راه هذيك غير وجهه نظر ديالو لا تسمن ولا تغني من جوع. بعدو من حياتكم الناس السلبيين اللي اي حاجه كيشوفوها بسلبيه تعطيهم ورقه بيضاء فيها نقطه كحله كيشوفوا هذيك النقطه الكحله وما كيشوفوش الصفحه كامله بيضاء. هذا النوع من الناس فريمون سم كيتسمى سم قاتل ديال حياتك كتسمم حياتك. هاد الناس بعدوا منهم بعدوا منهم وحاولوا المحيط ديالكم يكون ايجابي يكونوا صحابكم والناس اللي دايرين بكم ايجابيين. ما يمكن ليناش نبدلوا الماضي ديالنا. الماضي واحد الحاجه اللي مستحيل انك تبدلها. فريمون نساو اي حاجه دازت نساو الماضي ولكن ما تنساوش الدرس اللي عطاكم. يعني اي حاجه في حياتكم دازت خيبه او زوينه او كيف ما بغات تكون اغلبيه كتكون خيبه. شي حاجه وقعت لك خيبه في الماضي وما تحاولش تبدلها نهائيا وما عمرها غتبدل. تعلم غير من الدرس اللي عطاتك باش هكا ما عمرك تعاود تطيح في نفس الغلط وهكا كتربي واحد المناعه ضد اي مشكل كتعرف كيفاش تتعامل مع المشاكل كتعلم من دروس الحياه. هذه هي الحياه كتطيح وكتنوض كتطيح وكتنوض حتى كتولي عندك شخصيه قويه. الفشل ماشي هو الطيح وتعاود تنوض. هذا ماشي هو الفشل. الفشل الحقيقي هو ملي كتطيح ما كتعاودش تنوض. هذاك هو الفشل الحقيقي. الحياه اون جينيرال طريق النجاح لها اي واحد عنده اهداف وعنده طموحات لواحد الهدف معين. طريق النجاح ماشي واحد الطريق مواضيه لا طريق فيها عقبات. دونك كطيح وكتنوض باش كتوصل للهدف ديالك. كاع الناس واغلبيتهم اللي واصلين وكيبانوا دابا ناجحين وما عرفتش فين واصلين ما لقاوش حياتهم يعني سهله ودازوا بحياه اللي هي عاديه. لا بالعكس كيكونوا من اكثر الناس اللي دازوا عليهم صعوبات في حياتهم ومع ذلك ما استسلموش وبقاو شادين في الهدف ديالهم. العالم بلوتو اللي اختار علينا الضوء راه جرب 1000 مره وفشلت ليه ومره واحده اللي نجحت ليه وبالفضل ديالو حنا خدامين دابا بالاضاءه. دونك ما عمرك تفشل واحد الهدف بغيتي. الاستمراريه هي اللي كتوصلك لطريق النجاح. السعاده ماشي هي الفلوس. ماشي بالضروره هي الفلوس. ما نكذبوش على ريوسنا نقولوا بلي الفلوس ما كتعاونش في السعاده ولكن ماشي هي السعاده. كاين فرق كبير وفرق شاسع شاسع شاسع. ان السعاده ماشي هي الفلوس اون جينيرال. لا الفلوس هم جزء من السعاده. راه كاينين اغنياء العالم اغنياء العالم وما سعيدينش في حياتهم. وهاد القضيه هذه زعما لو كان السعاده هي الفلوس لو كان اخترعوا السعاده تو سامبلومون. كلو كان دوك العلماء اللي كبار واصلين كون اخترعوا واحد الحاجه سميتها السعاده. السعاده خلق الله سبحانه وتعالى في ابسط الاشياء. تكون غير القناعه بالنسبه لي انا تكون غير القناعه واي حاجه عندك كترضى بها فرحان بها من ابسط الاشياء كتفرح هذيك هي السعاده الحقيقيه.
إلا بغينا نبدلو حياتنا خاصنا نبداو بأفكارنا، هما أول حاجة. كلنا بغينا نبدلو حياتنا الأحسن، اللي مريض بغي يولي صحيح، يعني من المرض للصحة، من الاكتئاب للسعادة. ولكن كنساو أن باش تبدل حياتك خصك تبدل أفكارك هما الأولين. من فوق كتبدأ بأفكارك، حياتك كتبدأ تبدل بشوية بشوية. كما تدين تدان، هذه قاعدة إلهية في الدنيا، هذه شي حاجة مفروغ منها. أي واحد أداكم في حياتكم، دليكم شي حاجة خيبة في حياتكم، كتدور سنين وتدور الأيام وكيرجع ليه من نفس الحاجة، كيشرب من نفس الكاس من ما شرب، كيف كيقولوا داكشي اللي سقيتي به كترجع كتسقى به تانتا. هذه هي الحياة اون جينيرال. دونك الحمد لله لأنه كاين إله فوق منا اللي هو عادل، واللي هو حاجة ولا واش كينصف الظالم. كتدور الأيام والسنين وكل واحد كياخد جزاؤه. كيعجبني واحد المثل زوين بزاف باش نعقل عليه، ومن أحسن سقاية الناس سيحسن الناس إليه. هذا واحد المثل زوين بتكون تاخدو فيه. القلق ما عنده باش يفيدكم في حياتكم. القلق إلى ما رجع بك الور ما يجيش بك القدام. شوفوا كونوا متيقنين ومتأكدين أن اللي مكتب عليه شي حاجة هي اللي غادي تشوفها. ولو اجتمع الجن والإنس باش يحيدوا لك واحد الحاجة اللي مكتب عليك ما راح يقعش لك، كونوا متيقنين. والعكس يعني ولو اجتمع الجن والإنس باش يخليوا لك واحد الحاجة اللي ما مكتبهاش لك ما غاديش يخليوا، ما غاديش تكون لك، ما عمرها تكون لك. دونك يكون يقينكم في الله سبحانه وتعالى يعني كبير بزاف، وإيمانكم بالقدر شي حاجة اللي هي مهمة جدا. قولوا لي كتب الله هي هذيك، ما نمكيد اللي عليه والكمال على الله سبحانه وتعالى. دائما خليوا بينكم وبين واحد الشخص اللي عزيز عليكم واللي كتثقوا فيه واحد المسافه اللي هي مسافه ديال الامان. هاد المسافه ديال الامان كتفاديك بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين، حيت من بعد كيوليو كيقدروا يوليو اسرارك اللي كتعاودوا من واحد الشخص كتثق فيه هما سلاح ضدك في واحد النهار. دونك ديما احتفظوا باسراركم لنفسكم وما تثقوش في اي واحد. ما تبالغوش في الكره لشي شخص معين، خليكم محاطين بناس ايجابيين باش تحمروا الطاقه الايجابيه، وما تكونوش كتكرهوا ولا عندكم في قلبكم الضغينه شي شخص. فريمون خليو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وعيشوا حياتكم. خليو